السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بالجميع. معكم مسيو هاني عياش من قناة تعلم اللغة الفرنسية على اليوتيوب. جيسبيغ كو فوزالي، أتمنى تكونوا بخير جميعا. هنكمل إن شاء الله مع بعض النهاردة سلسلة تصريفات الأفعال في اللغة الفرنسية ونطقها الصحيح. والنهاردة معانا فيرب جديد وهو فيرب تيليفوني. تيليفوني تيليفوني بمعنى يتصل. يتصل، نيجي بقى لتصريف الفيرب. تصريفه سهل جدا، نحذف الـ ER ونكتب تصريف الفيرب. جو تيليفون، tu téléphones. On dit la ES في الآخر. Il, elle, on téléphone. On dit E. Elle téléphone. نفس الفكرة. On dit برضو E. On téléphone. نفس الفكرة. Je téléphone يعني أنا أتصل. Tu téléphone. أنت تتصل. Il téléphone. هو يتصل. Elle téléphone. هي تتصل. On téléphone. نحن نتصل. Nous téléphonons. نحن برضو نتصل، هنضيف لها او ان اس في الاخر. فو تيليفوني، انتم تتصلون او حضرتك بتتصل. ايل تيليفون، هنضيف لها في الاخر او ان تي. نفس الفكره برضو ال تيليفون، هنضيف لها او ان تي. وخلي بالكم الاو ان تي لا تنطق في الافعال. فيرب تيليفوني مجموعه اولى، برومي جروب، بينتهي بالاو ار. جو تيليفون، تو تيليفون، ايل تيليفون، ال تيليفون، اون تيليفون، نو تليفونو، فو تليفوني، التليفون، التليفون. نيجي بقى لفقرة الدفوار بتاعتنا. بطلب منكم بعد إذنكم يعني نكتب جملة بسيطة وسهلة على الفيرب ده في الكومنتات في التعليقات وأنا أصحح لكم. شكرا جدا للناس اللي بتتابع والناس اللي بتكتب جمل وأنا بصحح لها الجمل دي. ميرسي بوكو على متابعتكم الجميلة. انتظروني إن شاء الله في فيديو جديد من أفعال اللغة الفرنسية مع مسيو هاني عياش. أبيانتو.